البلاصة كلها اسم المشايشية، مشاب بحذا فلاح ونساء فلاحة، وهذا اللي حاجتنا به. تحبوا تقولوا شعبوية عملها الرئيس، قولوا على أرواحكم. كان رئيس دولة في الخارج ركب في كرهبة صغيرة وشريطة خلاها قال شنية ناجح له، كان رئيس حكومة ركب على بسكليت يعجبكم انت على البرة، مي رئيس الجمهورية نتاعنا كيف يتحرك ويعمل كي ما عجبكم خي انتم رئيس سعيد باش تلاقي قيس سعيد باش تلاقي لكم تيوم تلاقي لكم بقهوة ونابو وباك كريستال ولا لكم رئيس دولة اخي اليوم تحبوه اليوم يركب يزينا من الضرب في مصداقية العباد. اللي سمعته انا واللي حاجة تفرح انه اعطى لكل مرأة من نساء هذوكم ثلاثة نعيجات صغيرات باش يربوهم، وهذايا الناس اللي تحب تبني المستقبل. وكان جت الاحزاب اللي تجري على الحاضر راهي عطتهم لهم علالش ذكور ومذبوحين يعني باش ما يربوش. زياره رئيس الجمهوريه ما كانتش فقط للانصات والاستماع لمشاغل النساء هذوما، بل ايضا وازاتها قرارات واجراءات لفائده النساء هذا. مش اقصد لي هي اعانه فوريه لك العائلات هذوك من النساء هذوك اللي مشالهم، مش كيما قاعد يصير في بعض الاحزاب ولا رؤساء الحكومات ولا غيره قبل يجي يصور بها ويروح. حركه كي هذيا تثبت وانا ناس تخمم في غدوه رئيس الجمهوريه وقت اللي يعطي علوش نحن نقولوا بركوسه باش انت توقف عليها وباش تربيها ما عطاكش علوش كل غدوه. كان جت الاحزاب هذه اللي تجري على الانتخابات نتاع اليوم راهو عطاو لها علوش ومذبوح باش ما يخليوش يدور، مذبوح اصلا كل ولا خلو ولا برا بيعوا. احنا نحكوا على الناس اللي تحب تعمل غدوه وتحب تخدم الغدوه، والزياره نتاع رئيس الجمهوريه قطعت معك العادات نتاعنا برا عايتنا من كلها في القصر وعملوا تصاور وعملوا تلفزه تعدي مباشر مشيت على روحها. وزيد هو او كمان غادي كان بعد زاد تحرك ومشيت طلع على المناظر الكبيره وربي يشفيها، معناتها راضي النصراوي واللي ما تنجم تقول من نساء اللي طبعوا اساميهم في تاريخ تونس احب من احب وكره كره مع المرحومه مي الجريبي واللي هي مناسبه باش نحيوها في قبرها.